السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ ان شاء الله النهاردة هشرح لكم الجزء اللي اتفقنا عليه. كان مفترض ان شاء الله ان يكون معاكم يوم الثلاث، لكن زي ما احنا عارفين كده يعني الاجراءات الاحترازية، فضلت ان انا اشرح لكم المحاضرة واسجلها وابعتها لكم. ربنا يعافينا جميعا يا رب. فالنهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الجزء اللي هو كنت واعلى بيه، اللي هو الجريدنج اوف كيبلز بنوعيها والميثودز اوف امبروفينج سترينج افشنسي. طبعا احنا كنا وقفنا عنده، لكن كان في جزء عايز ينشرح ونشوف المسائل اللي بتيجي عليه ازاي. طبعا هنبدا باللي احنا ماشيين فيه اللي هو الكيبلز. احنا كنا اخدنا في الكيبلز الريزيستنس والكابستنس والبوتنشال جراديانت، وكنا اخدنا الايكونومات سايز للكيبل والديمتر بتاع الكيبل، واثبتنا العلاقه ومن خلالها عرفنا الجي ماكس هتساوي. النهارده هنكمل. كنا طبعا عرفنا كده ان لو احنا بصينا بس كده على الجزء ده، كنا عرفنا ان البوتنشال جراديانت او تضرب الجهد اللي هو الجي كانت اقصى ما يمكن عند الاوتر ديامتر للكيبل اهو، يعني عند سطح الكيبل كان الجي هنا ماكس، وكانت بتتدرج بتقل بالتدريب لانها بتتناسب عكسيا مع نصف القطر من السنتر بتاع الكوندكتور، كانت بتقل لغايه ما توصل لاقل قيمه ليها عند الشيس عند الاوتر شيس بتاعه. وبالتالي كان في فرق ما بين الجي ماكس والجي مينيمم. الفرق ما بين الجي ماكس والجي مينيمم المفروض وانا بعمل ديزاين لما اختار الانسليتور، اختار انسليتور يتحمل الجي ماكس. يبقى انا لما اختار انسليتور هختار انسليتور يتحمل الجي ماكس، مع ان باقي الانسليتور، وطبعا اللي بيتحمل الجي ماكس هي الطبقه الرقيقه الملاصقه بس للايه، للكوندكتور او الكيبل بتاعي الكور بتاعي. وبالتالي انا بدفع فلوس من غير ما استفاد، علشان طبعا انا خايف من بريك داون، فبروح اجيب قيمه او انسليتور يتحمل جهد او الكتريك سترينث اكبر من الجي ماكس. ليه؟ لان عشان ما يحصلش انهيار، وبالتالي انا الجزء او اللي انا دفعته مش مستفاد منه بشكل ايه، بشكل كبير. ربنا ده اللي انا اخدته قبل كده في ان ايكوال ستريس ديستريبيوشن ان كيبل، وده مش مرغوب فيه. تمام. طيب يبقى ايه بقى هو الحل؟ الحل في حاجتين. الحل الاول في الجريدينج، الجريدينج اوف كيبلز بيتعمل، الجريدينج اوف كيبلز بيتعمل بشكل معين، هنعرف الطريقتين اللي بيتعمل بيهم. بس يعني ايه الجريدنج؟ الجريدنج ده التدرج. ايه التدرج ده؟ يعني انا بعمل تدرج في حاجه. الجريدنج اوف كيبلز بتعرف على ان هي عمليه في بروسيس اوف اتشيفنج يونيفورم الكتروستاتيك ستريس، يعني هي عمليه الغرض منها ان انا احقق توزيع منتظم للمجال الكهربي اللي هو، او شده المجال الكهربي في الدايلكتريك اللي هو الانسليتور بتاع الكيبل. يبقى دي عمليه الجريدنج، ديت عمليه الغرض منها ان انا احقق انفورمالي ديستريبيوشن للالكتروستاتيك ايه، ستريس في الدايلكتريك او في ايه، في الانسليشن بتاعي. طيب طبعا زي احنا ما قلنا كده، ده اللي احنا اخدناه قبل كده. يبقى انا الغرض ان انا اعمل ايه بالجي ماكس والجي مينيمم، بالتوزيع ده ما يبقاش مره واحده كده نازل بالدروب ده. فعلشان اعمل كده عندي طريقتين، خلاص زي ما قلنا ان الجي ماكس والجي مينيمم بيتطلب مني ايه، بيتطلب مني ان انا اجيب انسليتور، والانسليتور ده يتحمل الجي ماكس، وكمان السيكنس بتاعي هيبقى ليه يعني مطلوب سيكنس معين، لان الجهد المطبق اللي ما بين الكور وما بين الشيس هو الجهد ده على الدي، على المسافة او على السيكنس بتاعي. يبقى الجهد على المسافة بيديني التدرج في مين؟ بيديني التدرج في التدرج في البوتنشال اللي هو البوتنشال ايه، وده بيلزمني سيكنس معين.
يبقى انا السيكنس كمان ده عوامل اقتصاديه او ظروف اقتصاديه او مبالغ اقتصاديه انا هدفعها، وبالتالي في كل الاحوال ده غير مرغوب فيه. فالحل زي ما قلنا بطريقتين، يبقى انا هعمل التدرج ده عن طريق اول طريقه اللي هي الكاباسيتنس جرادنج، وتاني طريقه ان هي الانترشيز جرادنج. اول طريقه ايه؟ الكاباسيتنس جرادنج. طبعا احنا عارفين ان الكاباسيتنس ديت خاصه بالانسليتور، وطالما قلت كاباسيتنس جرادنج فاكيد المقصود بيها ان انا هعمل تدرج في قيمه الكاباسيتنس، يعني تدرج في الماده المستخدمه، يعني هستخدم اكتر من نوع من الانسليتور. يبقى انا كده هستخدم اكتر من نوع من الانسليتور. الانسليتور اكيد اللي هو ملاصق للكوندكتور هيتحمل جهد اعلى او هيتحمل ستريس اعلى، واللي بعده اجيبه من نوعية تتحمل جهد اقل، واللي بعده وهكذا. وانا الهدف ايه؟ الهدف ان انا اخلي الجي على كل نقطة من نقط الانسليتور، على كل نقطة من نقط الانسليتور تكون قيمة ثابتة. فده هعمله ازاي؟ ده ما بتحققش بالقيمة الواحدة، القيمة الواحدة للانسليتور، لكن هجيب اكتر من طبقة زي ما قلنا كده، وكل طبقة لها خواص عزل معينة. فهختار الطبقة ذو العزل الأكبر ناحية الكوندكتور، والطبقة اللي بعدها أقل وأقل وهكذا. طبعا بتحدد العزل بالبرميتيفيتي اللي هي الإبسون، فكل ما كانت الإبسون عالية كل ما كانت العزل قيمة العزل عالية بالنسبة لي. فطبعا كده إبسون واحد هتكون أكبر من إبسون اتنين، أكبر من إبسون ايه؟ من إبسون تلاتة. لكن أنا علشان أعمل التدرج في الجهد، انا دلوقتي قدامي في الرسمه حوالي 3 لير. في الايديال جرادنج المفروض ان انا اخلي الجهد هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا، او التدرج في الجهد او الجي بتاعتي هنا زي هنا زي هنا زي هنا، وبالتالي ده يلزمني ان انا يبقى عندي عدد كبير جدا من المواد المستخدمه، السيكونس بتاعها صغير، يعني ليرز كتيرة جدا عشان اوصل بان ايه؟ ان التدرج ده يبقى عامل كده، يعني شيب ما يكونش ايه موجود، يعني حاجة صغيرة جدا. طبعا ده غير عملي. يبقى انا الهدف الرئيسي ان انا اخلي الستريس او الجراديانت بوتنشال عند كل نقطة متساوي عند كل نقطة. فطبعا انا مش هقدر عمليا اعمل ده، فاخليها على مسافات معينة، يعني على سيكنس اقسم السيكنس الكلي ما بين الكوندكتور وما بين الشيز لمناطق، زي مثلا 3 مناطق، منطقتين، 4 مناطق، وبعدين ابدا ايه اجيب الانسليتور بتاعي. يبقى انا عندي 3 انسليتور او 2 انسليتور عشان اوصل الى حد ما الى توزيع يعني قريب من المنتظر شويه. يبقى بالتالي انا عشان اعمل ده جبت ماتيريالز مختلفه، ديفرنت دايركتريكس، والديفرنت دايركتريكس هتبقى لها كاباسيتنس مختلفه. يبقى الكومبوزيت دايركتريك ده consists of various layers of different dielectrics in such a manner that that ايه اللي هو الكونديشن اللي لسه بقول عليه، ان البرميتيفيتي اللي هي الابسلون ار of any layer is inversely proportional to its distance from the center. فاكرين العلاقه اللي هي كانت بتاعه الجي اللي هي كانت بتساوي الكيو على اللي هي 2 باي، او الباي ابسلون ابسلون نود ابسلون ار في المسافه. فطبعا في تناسب كده، يعني الابسلون في المسافه، المفروض لو انا عايز احافظ على جي كونستانت يبقى الابسلون في المسافه تبقى ثابته معايا. يعني معنى كده ان لو واحده زادت الثانيه تقل، لو واحده زادت الثانيه تقل. اذا عند الدي القليل من السنتر، عند المسافه من السنتر القليله هيبقى الابسلون هي الكبيره، عندي مسافة أكبر إبسون تي تقل شوية. تمام؟ يبقى في تناسب عكسي. التناسب العكسي ده عشان إيه؟ عشان يخلي الجي تبقى كونستنت. وزي ما اتفقنا مع بعض إن أنا مش هعرف أعمل جي كونستنت عند كل نقطة، يبقى هعملها عند إيه؟ عند مراحل، عند ليرز. يبقى الجي ماكس هنا، هي هنا، هي هنا، هي هنا. وقيمة الانخفاض ده على حسب بقى المسافة دي قد إيه؟
يعني لو مسافة كبيرة الانخفاض هيبقى كبير، لو مسافة كانت صغيرة كنت هلاقينا عامل كده 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 كده. كل المسافة السيكنس بتاع الانسليتور ما يقل وعدد الليرز يقل، كل ما كان التوزيع شبه كونستنت، فده الايديال بتاعي. فانا مش هوصل لكده، لكني هحسن بشكل معين بصورة معينة، بحيث ان في البراكس كالفيتس بنقول ان انا عندي 3 لير او ايه او 2 لير، ده نظرا طبعا عشان هدفع ايه، هدفع فلوس. تمام، نشوف بقى ده كده بعلاقاته الرياضية هيبقى عامل ازاي. انا اول ما بقيس بقيس من عند السنتر، يعني المسافة بتاعتي زي ما رسمنا قبل كده من المنتصف، ببدأ اقول ان الكور له قطر دي، فنصف قطر يبقى دي على 2، اللير رقم 1 في الانسليتور بتبعد مسافة من السنتر دي 1 على 2، لان قطرها دي 1، المسافة رقم 2 بتبعد دي 2 على 2، المسافة النهائية بدل ما اقول بقى دي 3 هقول دي كابيتال على ايه، على 2. يبقى احنا عارفين المسافات، وعارفين ان الجي ماكس هي بدايتها هنا عند السيرفس للكوندكتور، وهحاول عند كل سيرفس للير اخليها بنفس الايه، بنفس القيمة. تمام كده، يبقى بالتالي ما بيني النقطة دي ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي، شايفين تقريبا التدرج مش ماقيش موجود، يعني الكونستانت بوتنشال جراديانت ما بين هنا وما بين هنا خلاص. وبالتالي برضو الاسترس اللي واقع على كل لير قل عن الايه، عن ذي القدر، والماتيريال تحملته. نشوف بقى العلاقات الرياضية، ده بس السجريدين اتفقنا مع بعض ان انا عندي ابسلون 1 ابسلون 2 ابسلون 3 مواد مختلفة، وبشرط ان الابسلون 1 اكبر من ابسلون 2 اكبر من ابسلون 3. ليه؟ لان في تناسب عكسي اهو زي ما قلنا، في تناسب عكسي ما بين الابسلون والدي. فاحنا لو قلنا الجي 1 ماكس باعتبار ان طبعا الثلاثه ماكس مش متساويين، طب احنا هنقول ان هم متساويين، هسميها الاول كده ان الجي 1 ماكس لو حبيت اجيبها هجيبها من الكيو على باي ابسلون سنوت ابسلون 1 في الدي، الدي اللي هي المسافه اللي هي دي، يعني دي كده الجي ماكس هنا عند النقطه دي، الجي ماكس 2 هنا عند النقطه دي. بعد ما بمشي المسافة دي 1 على 2، فبنعوض بدي 1. طب الجي ماكس 3 اللي هي هنا عندي سيرفيس بتاع مين، الملاصق للي هي الرقم 3 من هنا من الجزء ده، فده فين بقى، يبقى كيو بعوض بايه، بدي 2 اللي عندي، بدي 2 على 2 طبعا، بس العلاقة بتطلع كده عشان كان في 2. لو انا اعتبرت ان الثلاثة طبعا هثبت القيمة الماكسيمم، لو انا عايزة اثبت الماكسيمم عند الكل اهو، يعني اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا، هسويهم ببعض فيطلع ان 1 على ε1 دي تساوي 1 على ε2 دي 1، 1 على ε3 دي 2. معنى كده اضرب في 1 كده، اضرب ε1 دي 1 يساوي ε2 دي 1 في 1، هيساوي برضه ε3 دي 2 في 1. تمام، دي العلاقات اللي عندي اللي انا مستنتجها ان انا اوحد الجي ماكسيمم عند ايه، عند الليرز بتاعت ايه، بدايه كل ايه، بدايه كل ليه. ومنها بنستخدم العلاقه دي اللي هي مهمه معانا جدا في التحديد او في الحل، اللي هي ابسلون 1 دي يساوي ابسلون 2 دي 1 يساوي ابسلون 3 دي ايه، دي 2. تمام كده، يبقى ده الكونديشن اللي انا هروح اجيب ليه الابسلون ايه، او الريلاتيف بيرميتيفيتي بتاعت ايه، بتاعت الماتيريال اللي انا هستخدمها في الجريدنت. طبعا بيبقى بعد كده، بعد الكونديشن ده بيبقى مطلوب مني فرق الجهد ما بين الكور وما بين الشيس، يعني الجهد الواقع على الانسوليتور قد ايه، عايز اعرف الجهد الواقع على الانسوليتور، يبقى اعرف الجهد الواقع على اللير الاولى زائد الجهد الواقع على اللير الثانيه زائد الجهد الواقع على اللير الثالثه، اجمعهم يديني الجهد الايه، الكل. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. دي 1 زي ما انتوا فاكرين كده كانت بتساوي ايه؟ بتساوي التكامل بتاع الاي او الجي، دي اكس منين لفين؟ انا عايز للسكنس للير الاولى اللي هي من اول هنا لهنا، من اول هنا ده دي على 2 لغايه هنا، فدي 1 على ايه؟ على 2. يبقى انا هكامل البوتنشال جريدينت
من اول هنا لهنا هيديني مين؟ هيديني الجهد ده. يبقى هو ده اللي انا عملته، عوضت عن الجي اللي هي كيو على 2 باي ايبسلون نون ايبسلون 1 اكس خلاص دي اكس. وبدات طبعا الجي 1 ماكس اللي احنا عارفينها اللي هي كانت بالقيمه دي، وبدات اكامل تمام. وده بعد ما عوضت، يعني ده كان ده على 2 وكان في هنا 2 فراحت مع بعضها. لكن هو القانون الاصل اهو اللي هو الجي في الاكس ده اللي في الاكس دي اكس، فالتكمل بيبقى 1 على اكس وبيطلع اللوج للاي اللي هي لين، ومن القيمه دي للقيمه دي فبجيبها بتطلع ان هي كيو على 2 باي ايبسلون لوج ايبسلون 1 لوج للاساس اي دي 1 على دي 2 تمام. طبعا لما نيجي نبص كده هنلاقي ان الكيو على باي ايبسلون لوج ايبسلون 1 ده في الدي كانت بتساوي ايه؟ طيب نكمل. يبقى ده اللي طلع معايا من التكامل. فانا لما اجي اعوض فاكر انا ان الجي كانت بتساوي او الجي ماكس كانت بتساوي كيو على باي ايبسلون نود ايبسلون 1 في تي جي ماكس 1 وانا شغاله عند 1. فانا لو عايز اعوض بدلاله الايه الجي واتفقنا ان جي ماكس 1 هي جي ماكس 2 هي ايه هي التالت، فهي سماها جي ماكس بس. فجي ماكس هنا لو انا عايزه اعوض على الكيو اللي عندي ده اهي عشان اخليها بدلاله جي ماكس، فهيبقى الجي ماكس اهي على 2 دي اللي هي بتساوي كيو على 2 باي ايبسلون نود ايبسلون ايه تمام. يبقى انا هنا كده لو عوضت عن الكيو على 2 باي ايبسلون نود ايبسلون 1 اعوض عنها بجي ماكس على 2 في دي، يبقى هشيلها واحط جي ماكس على 2 في دي لوج اي لوج الاساس اي في دي 1 على ايه على الدي. ودي اول علاقه بتديني الفي 1. اما الفي 2 هعملها بنفس الطريقه بنفس التكامل، والاكس هتتغير من دي 1 على 2 لدي 2 على ايه على 2 تطلع عندي دي الكلمه دي. وزيها بالظبط هعمل لدي 3 كامل من الدي 2 على 2 للدي كابيتال على 2 هتطلع عندي بالقيمه دي. فطبعا هجمع الجهود يطلع لي الجهد اللي ما بين الكوندكتور وما بين الشيس الجهد الكلي. واحنا متفقين مع بعض ان انا لو افترضت ان الجي ماكس زي ما هو موجود عندنا كده كانت متساويه، يعني جي ماكس 1 هي نفسها جي ماكس 2 هي نفسها جي ماكس 3، هاخد مشترك هيبقى جي ماكس على 2 في دي لوج اي دي 1 على دي زائد دي 1 لوج دي 2 على دي 1 زائد دي 2. طبعا انت لما بتكتبها بتحفظ بايه بسهوله اول مره تمام. وعارفين ان الدي هي الدي اللي عندي هي او الدي كابيتال من اول المتصل للشيس، وانا عايز لو انا عايز اجيب الدي الكليه اللي هي الدي كابيتال بتاعتي او الدي على 2 هستعين بالدي بتاع الكوندكتور اجيب الدي الايه الاخير تمام كده. طب انا جبت الدي المطبق على الايه على البواح على اللير واحدة 2 3 جمعتهم مع بعض طلع البي الكل. طبعا البي الكل ده في حالة الليرز في حالة الجرادينج. لو انا حبيت اقارنها بقى لو انا اخدت دي كلها سيكنس واحد من مادة واحدة يعني يبقى من اول السنتر لهنا الدي، فما هيبقى في عندي دي واحد ودي اتنين وايه والكلام. فكان الفي داش هسميه الفي داش او الفي ستار كده زي ما احنا شايفين كان بيطلع بجي ماكس على 2 في الدي لوج اي دي كابيتال على دي. دي في حاله الايه الهوموجينيوس ماتيريال، في حاله لو انا اشتغلت على دايلكتريك ماده واحده. فطبعا لو انا قارنت هلاقي ان المفترض ان الفي ده الجهد اللي هنا هيبقى ايه هيبقى اكبر من الجهد ده. يعني ايه؟ طب ما الكلام كده يعني شكله مش مظبوط قوي. ليه مش مظبوط قوي؟ ليه؟ احنا بنقول هنا ان الجهد اللي يتحمله هنا الجهد اللي تحمله الانسليتور هيبقى اكبر من الجهد في حاله الجرادينج
اكبر من الجهد اللي تحمله الانسليتور في حاله الانجينيس. يبقى هنا ده المعنى، ده المعنى ان الجهد ده لو قسمته على نفس الثيكنس هيديني بوتنشال جراديانت اقل من الجهد اللي هو ده لو قسمته على نفس الايه الثيكنس. يبقى معنى كده ان الجهد اللي بيتحمله الكيبل في حاله الجرادينج اكبر من الجهد اللي بيتحمله الكيبل في حاله الاوموجينيس ماتيريال. تمام كده؟ يبقى دي اول طريقه. طب ايه عيوبها؟ او عيوبها ان انا بيبقى عندي العيوب ان ده طبعا تكلفه اقتصاديه عاليه، دي تكلفه اقتصاديه عاليه وما بقدرش اعمل. تمام يا ابني، ما بقدرش اعمل الايه، ما بقدرش اعمل الليرز المتعدده، وده بيكلفني ايه مبالغ كبيره لان ما بقدرش او تكلفه شراء الماتيريال، وخاصه الماتيريال اللي لها المواصفات العاليه اللي هي الملاصقه للكوندكتور طبعا سعرها غالي بالنسبه لي. طب في طريقه ثانيه؟ ايوه في طريقه ثانيه، بس كده هنشوف اللي هي النوتس اللي هو قايل عليها. قال لي لو انت اشتغلت في المساله على الجي ماكس في البيك، يعني طبعا ده هتقابله في المساء، لو الجي ماكس كان عايزها بيك فاليو فلازم الجهد هو كمان يبقى ايه، يبقى بيك فاليو، اللي بلمسها بالفولتج يبقى بيك فاليو. يعني لو اشتغلت ار ام اس يبقى ار ام اس، لو اشتغلت بيك يبقى بيك، الجي والبي. تمام كده؟ النقطة الثانية، الحالة المختلفة، لو انت هتشتغل هنا على جي ماكس مش متساوية، يعني جي ماكس دي مختلفة عن دي مختلفة عن دي، فدي مثلا ده اسمها جي ماكس واحد، جي ماكس اتنين، جي ماكس تلاتة، فانا كل اللي انا هعمله اللي انا بدل ما كنت بقول بسمي بس ده جي ماكس وده جي ماكس وباخد مشترك، لا هسيبها زي ما هي، هيبقى جي واحد ماكس على اتنين دي لوج اي دي واحد على دي، وديت اتنين وديت تلاتة، وما باخدش الجي ماكس مشترك وبشتغل عادي جدا، مفيش ايه مفيش مشكلة. طبعا المسائل اللي هتلاقيها هما كام مسألة، 12 13 14، تلات مسائل محلولين عندك على الجزء بتاع الكريستنس جرادينج، مفهومش حاجة، وهتلاقي فيهم مقارنة برضو ما بين الجهد اللي بتحمله الانسليتور في حالة الجرادينج، في حالة الكريستنس جرادينج، وفي حالة الاوموجينيوس، وبيتطوح عندك ان الجهد اللي بتحمله الكيبل في حالة الجرادينج بيبقى اعلى، وطبعا ده مطلوب علشان ما يحصلش انهيار الكيبل او الانسيب. الطريقة التانية اللي انا اعمل انترشيس، يعني الشيس هو الطبقة الخارجية بحمي بيها او بحط يعني طبقة خارجية زي الشيس بتاع الايه بتاع الانسليتور الخارجي اللي كان من الليد او من الكفر على حسب ما هو موجود، كان شيس واحد، فبدل ما يبقى شيس واحد هروح على الانسليتور بتاعي او الدايلكتريك بتاعي اللي هو من ماده واحده، يعني انا مش هروح اجيب اكتر من ماده، هي ماده واحده، لكن هاجي على مسافات معينه واعمل شيس، يعني هعمل فواصل كده في الايه في من ماده زي الليد او الكفر هعملها بداخل الانسليتور نفسه، يبقى واحد اتنين زي ما هيبقى، يبقى دي لير، فانا كده عملت ايه الانسليتور او الدايلكتريك عملتها لير، بس عن طريق ان انا اقسم احط انتر شيس ايه او شيس داخلي ما بين ايه على مسافات ايه معينه. طبعا نفس التسميه بتاعت المسافات اللي فاتت هي نفسها التسميه، لكن الاختلاف هنا ايه، الاختلاف ان الابسون هي هنا هي نفسها الابسون، هنا هي نفسها الابسون هنا، وبالتالي هتلاقيها وانت بتشتغل كده هتلاقي الابسون راحت ايه، يعني الابسون بتاعتي ما بقاش عامل بيؤثر في الايه في الجي ماكس اللي عندي. تمام، بنفس طريقه ان انا بساوي اهو، الهدف برضو ان انا اعمل ايه، ان انا اخلي التوزيع بتاعي تقريبا شبه منتظم، وعشان يبقى برضو شبه منتظم المفروض ان انا اعمل عدد كبير من الانترفيس هنا، فبكتفي بواحد اتنين تلاته، بكتفي باتنين او تلاته،
علشان برضو اخلي ايه الجي ماكس هنا، هي نفسها هنا، هي نفسها هنا، ممكن يبقى اقل يعني، ممكن يبقى مختلف، بس اهم حاجة اللي انا ايه، بدل النقطة دي ما تبقى نازلة كده، لا بدأ بعملها بالشكل ده، فبقى ايه بقلل الاسترس على الايه، على الاسفلتر. يبقى بنفس طريقة الاثبات اللي فاتت هقول جي ماكس واحد، ايه دي واحد من العلاقة بقى اللي عندي اللي هي كانت الفي واحد بتساوي ايه، فبقى البي الجي ماكس واحد اللي هي الفي واحد على دي على اتنين من العلاقات بقى اللي هي اللي احنا كنا ثابتينها في الاول خالص، خلاص اللي هي كانت الجي بتساوي الاتنين بي على الاكس في اللوج دي واحد على ايه، او دي على دي، فانا طبقتها على ليرز يعني، طبقتها على الليير الاولى واخدت الحدود بتاعتي من الدي على اتنين لدي واحد على اتنين واشتغلت، وطبقتها برضو على الليير التانية وطبقتها على الليير التالتة، فبقى عندي جي ماكس واحد واتنين وايه وتلاتة، لو هما متساويين مفيش مشكلة هسميهم جي ماكس بس، وابدأ اقول الجهد اللي عندي بيساوي ايه، خلاص يبقى هقدر اجيب الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة، وبنفس الطريقة هبدأ ايه اجمع اجيب الجهد الايه الجهد، تمام كده. يبقى لو هما متساويين هيبقى دي واحد زي ما شايفين كده على القيمة دي تساوي باتنين عليها، بتساوي بتلاتة على اي حاجة على القيمة التالتة، وهكذا. وبالتالي زي ما ايه ما اتفقنا ان انا هقدر اجيب الجي واحد والجي اتنين والايه الجي تلاتة، تمام. من العلاقة اللي فاتت ان الجي بتساوي ايه، بتساوي او البي بتساوي ايه، بتساوي جي ماكس في الدي على اتنين في اللوج للكلام ده، وهكذا البي اتنين والبي تلاتة هجمعهم في النهاية يطلع لي البي. ومن هنا بيتضح برضو ان الجهد المطبق على الانسوليتر او اللي يتحمله البرميسبل فولتج اللي يتحمله الانسوليتر زاد عن طريق ايه، عن طريق ان انا عملت انترشيس ما بين ايه الانترشيس كانت هدفها او فايدتها ان التوزيع بتاع الايه البوتنشال جراديانت ما كانش بشرط كده نازل من جي ماكس لجي مينيمم، لا ده اكيد. وزي ما قلنا كل ما كترت الانترشيس كل ما كانت القيمه دي كده شبه ايه، شبه منتظره، تمام. ده بس هو اللي مطلوب في الايه في الكيبل جرادنج، والاكزامبلز 15 و16 على الجزء ده هتلاقوهم سهلين جدا لكم، وزي ما اتفقنا برضو ركز مع ان لو انت هتشتغل الماكسيمم فاليو يعني بعتبر مثلا الموجه بتاعتي او الجهد بتاعي ساينسويدال، فالار ام اس في جذر 2 تساوي البيك، او البيك على جذر 2 يساوي الار ام اس. لو اشتغلت بالجهد بيك يبقى هشتغل في الجي ماكس بيك، لو او لو هو اداني الجي ماكس هو البيك فاليو فهجيب له برده الجهد على ان هو البيك فاليو بتاعتي. بعد كده الجزء اللي كان متبقى في الايه في ازاي احسن كفاءة السترينج او الانسليتور بالنسبة للترانسميشن لاين، طبعا كنا اتكلمنا فيها كده على العجالة، وكان فيها جزء المفروض ان احنا نحل عليه مسائل، وده ما كانش فيه حد حضره فقلت لكم انا هحضره. طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه ان انا عشان احسن الكفاءة بخلي الكروس ارم اللي هو ده كده كبير، ليه؟ عشان اقلل السي واحد اللي هي شنطة كابستنس، وان انا او ان انا بدل ما اروح اشتري الكفاءة كانت بتقل، لان انا كنت بحسب الكفاءة على ان الجزء اللي هو الكابستنس الانسليتور اللي هو قريب جدا من الكوندكتور ديت البوتنشال عليه كان بيبقى عالي، البوتنشال عليه بيبقى عالي، فكنت بروح بشتري كل الوحدات تتحمل نفس الجهد. فطبعا لو انا عندي امكانيه بقى ان انا اعمل جرادنج للانسليتور، يعني ايه جرادنج؟ برضو تضرر، يعني ايه؟ يعني اروح اشتري وحدات مختلفه النوع، اروح اشتري واحده هنا تتحمل جهد عالي، هنا جهد اقل، منها شويه، وهكذا بتدريج وانا ماشي ناحيه الايه؟ ناحيه الكروس ارم. لكن ده غير مفضل، يعني ده غير مفضل، لان مش هروح ابدل في الانواع كل شويه، فدي طريقه مش متبعه. الطريقه الثالثه ان انا استخدم الجارد رينج، الجارد رينج اللي هي الرينج اللي بتتحط ناحيه الكوندكتور كده، بيبقى الهدف منها معادله الايه؟ معادله التيارات اللي هي بتبقى ماشيه، او الليكج كارنت او الشارج كارنت، الشارج كارنت اللي بيبقى
ما بين الوحدة وما بين الإيه ما بين جسم التور بتاعي اللي هي كانت بتتمثل في الشنطة التمثل اللي هنا. يبقى أنا لو أقدر أعوض التيار ده، يعني أخلي التيار اللي هو اي 2 مساوي او 2 داش مساوي اي 2 او 1 داش مساوي اي 1، يبقى انا كده هقدر الغي التأثير ده، وبالتالي الجهود هتبقى تقريبا لو انا لغيته تماما فهيبقى الجهود توزيعها منتظم. لكن لو لغيته بنسبة معينة، يعني قللته بنسبة معينة، حسنت التوزيع بتاع الجهود، ده اللي ايه ده اللي بتاع يعني. انا بحط الجارد رينج اهي زي ما احنا شايفين كده من ناحية مناحية الكوندكتور، بيبقى هدفها ان التماسس ما بينها وما بين الوحدات اللي عندي تلاشي تأثير التماسس ما بين الوحدات او الجسم المعدني للوحدة اللي عندي اللي هي الانسيتو اللي هي السرنج بتاعي، الوحدات اللي فيها كوليسترول، وما بين الجسم المعدني اللي هو بتاع التور ده، يبقى ده يلاشي ده او يقلل تأثير ده. الهدف من ان انا بحط الرينج بتاعي، وبالتالي توزيع الجهود بدل ما كان بيبقى توزيع الجهود باين او ان الجهد ده كبير عن ده عن ده، فيبقى شبه منتظم. لو قدرت اخليهم قد بعض هيبقى الجهد هنا هو هنا هو هنا، وبالتالي الكفاءة كده تبقى 100%. فانا ممكن ما اوصلش للمرحلة دي، لكن اوصل لان الكفاءة تتحسن سي 95 96، هتبقى مقبولة عندي. يبقى هو على حسب الجارد ده، على حسب الرينج ده، على حسب المكان بتاعه، على حسب الديستنس اللي هو واخدها، القوس اللي هو واخده ده، فبقدر اشوف البعد الاورك، اشوف التمسس اللي هي هتبقى مولدة ما بين الجسم المعدني ده والحافة بتاعت الكوليسترول عندي هتبقى عاملة ازاي. ده افضل ازاي نشوف تأثير ده ازاي في الايه، تأثير ده ازاي في الكفاءة، نشوفه من خلال مسألة. طبعا التوزيعات هتبقى زي ما هي، يعني انا لو رحت هنا مثلا اعتبرت ان ده هو كده، معتبر ان لو الاي 2 داش تساوي الاي 2 او الاي 1 داش تساوي الاي 1، لو متساويين تماما هيبقى التيار، مش هقول ده بقى ايه، مش هقول ان ده اي 1 واي 2 واي 3، هقول اللي ماشي هنا كله اسمه اي لانه متساوي تمام. لكن لو في اختلاف فهفضل مسمي ان ده 1 و2 و3، لان انا مش ضامن ان انا احسن بنسبة 100%. ده اللي هنشوف في المسألة اللي احنا هناخدها توضح الايه، توضح اللي هو الجارد رينج. يبقى انا دلوقتي هنقرا المسألة كده، بيقول لي ايه لاين اوف ا 3 في سيستم از سسبندد باي ا سترينج، يبقى معلق عن طريق السترينج. السترينج ده اوف 3 ايدنتيكال انسليتور، بيتكون من 3 انسليتور مع بعض شبه بعض بالظبط ومفيش اختلاف. اوف سيلف كاباسيتنس سي، السيلف كاباسيتنس اللي هي مين؟ الكاباسيتنس الخاصة بالايه؟ بالوحدة الواحدة اللي هي السي، بنسميها السي فراغ. ذا شانت كاباسيتنس اللي هي دي كده، اوف كونكتد ميتال وورك اوف ايتش انسليتور، اللي هي بتبقى ما بين الجزء المعدني بتاع الانسليتور وجسم الايه؟ جسم الطوق. قال لي ان هي 2.10 سي، يبقى قيمتها كام؟ 2.10 سي 2 ايرز، اند 1.10 سي 2 لاين. يعني ايه؟ يعني احنا طبعا كنا ما بناخدش اللاين في الاعتبار، يعني ما كنتش بقول اللاين ده لان هو بعيد، ما كنتش بقول ان ليه تأثير. هو بيقول لي ان في تأثير في الجزء بتاع ده اللاين، ما بينها وما بين اللاين في 1.10 سي. فانا لما حطيت كالكليت سترينج في شنس اوف ذا سيستم جارد رينج، لو انا استخدمت جارد رينج علشان تغير الكباسيتنس اللي هي 1 دي، تزودها ايه؟ تزودها شويه عشان التاثير هيبقى قد ايه. هي كانت قبل كده نجلكتد، ما كنتش باخد هنا ما بين اللاين وما بين الايه؟ وما بين الجسم المعدني للوحده، ما كنتش بقول ان في كباسيتنس، لكن هو قال لي ان في. وبناء عليه لما حط الجارد ديت الجارد رينج عملت ايه؟ عملت انكريزز ذا كاباسيتنس. اقرب كويس على فكره، فهم المساله مهم جدا. انكريزز ذا كاباسيتنس تو ذا لاين، الكاباسيتنس تو لاين اللي هي اللاين اللي هو الكوندكتور بتاعي اللي هو بيحمل الكهرباء بتاعتي. ميتال وورك اوف ذا لوست انسليتور تو 3.10. يبقى هي ايه لما حطيت الرينج عملت ايه؟ زودت انكريزد الكباسيتنس من الايه؟ من جسم السترينج او من جسم الوحده للاين
او هي عملت كده، راحت مزوده قيمه قد ايه، زودت ب بقت 3 من 10 سي، يبقى خلتها بدل ما هي 1 من 10 في الوحده اللي فوق، خلتها في الوحده القريبه او من لاين هي عباره عن 3 من 10 ايه سي. يبقى اللوست انسليتور الكباسنس بتاعته للاين زادت، يبقى دين كده كانت وظيفتها ان هي زودت الكباسنس دي 3 من 10. عايز ايه؟ عايز الكفاءة طبعا، يبقى هو عايز مني الكفاءة. طبعا الحسابات زي الكيرش بلو اللي اخدناه قبل كده، واحدة عند جونكشن اقول دي جونكشن ايه وجونكشن بي، اخد عند جونكشن ايه واحلل كيرش بلو، واخد عند جونكشن بي واحلل كيرش بلو، وبنفس الطريقة اللي قبل كده بالظبط. كل اللي اختلف عندي ان انا لما حطيت الرينج بتاعتي بقى فيه هنا كباسنس اهي، مقدارها 3 من 10 من قيمة السي اللي هي هنا، وهنا كانت 1 من 10 سي اللي هي كانت بعيدة شوية عن الرينج تأثير اللايت. فروحت قلت ان هنا ما سميتش ده بقى اي وده اي وده اي، لان هو ما قاليش ان هو هيخلي الكفاءة 100%. لو الكفاءة 100% كنت قدرت اقول ان ده فعلا بيساوي ده، ده بيساوي ده، فبدأ ده اي كابيتال وده اي كابيتال وده اي كابيتال، فسميت اي 1 اي 2 اي 3. وبالتالي عند الجنكشن ايه هقول اللي داخل بيساوي اللي خارج. اللي داخل مين؟ اللي داخل اي 2 كابيتال، واللي داخل اي 1 ايه سمول داش اهي، يساوي اللي خارج اللي هو الاي 1 كابيتال والاي ايه الاي 1 سمول. طب تعالوا بقى نعوض بايه؟ ازاي ان انا اجيب التيارات عن طريق كميه البرود والكباسيتنس اللي احنا عرفناه قبل كده. فده عند اي 2، اي 2 ده هو عباره عن الجزء المسلط عليه اللي هو احنا مسمينه قبل كده دي 2، في قيمه الواي سي بتاعته اللي هي اوميجا سي. طيب الاي 1 داش والاي 1 داش ده اشوف الجزء المسلط عليه، الجزء المسلط عليه بص كده هو عباره عن ايه، في 3 وفي 2، في 3 وفي 2 هو ده الجزء المسلط عليه، لان ده 1 2 3 هو ده الجزء الكل. يبقى ده 3 وده 2 وده 1، مجموعهم يديني الجزء الكل ده تمام. يبقى الجزء المسلط على النقطتين دول كده هو عباره عن ايه، هو عباره عن الجزء الكل ناقص في 1 اللي هو 2 و3. في الاوميجا في السي بتاعته، السي بتاعته 1 من 10 سي، يبقى دي 2 زائد دي 3 اوميجا في السي بتاعته اللي 1 من 10 سي. ده الجزء الاولاني بيساوي ايه؟ بيساوي اي 1. طب ما هو اي 1 ده كان عباره عن ايه؟ عن في 1 في الاوميجا سي بتاعته. طيب الاي 1 سمول ده كان عباره عن ايه؟ عن الجزء المطبق هنا، واحنا اتفقنا مع بعض ان هو نفس البي 1. يبقى البي 1 برضه في الاوميجا سي بتاعته، السي بتاعته ب 2 من 10 في السي. خلاص. طبعا لما بنختصر العلاقه مع بعضها بتطلع البي 3 بدلاله الايه البي 1 والبي 2، وبسمي دي اول علاقه عندي. تمام. نروح بقى للجنكشن رقم بي، اجيب منها هي كمان علاقه. الجنكشن رقم بي برضه هقول اللي داخل يساوي اللي خارج. اللي داخل الاي 3 كابيتال زائد الاي 2 سمول داش يساوي الاي 2 كابيتال زائد الاي 2 اسمه، نشوفها كده الجنكشن دي اهي، الاي 3 زائد الاي 2 داش هيساوي الاي 2 كابيتال زائد الاي 2 سمول، وعوض بنفس الطريقه. طب هي الاي 3 دي كانت بتساوي ايه؟ الاي 3 بتساوي الجهد الواقع عليها اللي هو بي 3، البي 3 في الاوميجا سي بتاعتها اها، اول واحده. طيب هي الاي 2 داش، هي الاي 2 داش ده هي عباره عن ايه؟ عن الجهد الكلي ناقص البي 1 والبي 2 يعني بي 3. يبقى بي 3 في الاوميجا سي بتاعتها اللي هي مين؟ الاوميجا في 3 من 10 سي، يبقى بي 3 في 3 من 10 سي في الاوميجا بتاعتها، ويساوي الاي 2، الاي 2 ده برضه ما اتفقنا هو بي 2 في الاوميجا سي. طيب يعني محتاج بعد كده الاي 2 داش، عرفنا ان هو الجهد هو ده كله اللي هو بي 1 زائد بي 2، عملناها قبل كده طبعا، بس احنا بنراجع مع بعض بنفس الطريقه. بختصر العلاقات مع بعضها واشوف اللي هرجع مع بعضه، يطلع لي علاقه رقم 2. طبعا دي رقم 2 بس هي مش باينه هنا، 1 و3 من 10 دي 3 بيساوي 1 و2 من 10 دي 2 زائد فيديو كده معايا كام علاقه، علاقتين في 3 متغيرات. طبعا انا هو هنا هيعوض ببي 3 اللي هي كانت في الاكسبريشن رقم 1، هيعوض بيها في الاكسبريشن رقم 2 ده، نحط قيمه في 3 بجلاله في 2 وايه وفي 1، يطلع له
وفي اتنين علاقه مع ايه، مع في واحد بالظبط. انا بيبقى الهدف عندي ان انا اطلع البي اتنين والبي تلاته على حسب ما عندي علاقه بالبي واحد. يبقى طلعت في اتنين علاقه في البي واحد، اخدها تاني واروح اعوض ايه في العلاقه اللي فوق ديت، واطلع بي تلاته بدلاله في واحد. يبقى انا طلعت في اتنين بدلاله في واحد، وطلعت في تلاته بدلاله في واحد. تمام. كما هو الجهد الكلي اصلا اللي عندي هو بي واحد زائد بي اتنين زائد ايه زائد بي تلاته، اللي هو الجهد اللي هو بتاع الكوندكت الفيز فولت بتاعي. فبي واحد بي اتنين بي تلاته، بي واحد هسيبه زي ما هو، اعوض عن بي اتنين بدلاله بي واحد، اعوض عن بي تلاته بدلاله بي واحد، يطلع لي تلاته بوينت زيرو سبعه بي واحد. بجيبها كده ليه؟ بجيبها كده علشان برضو انا هروح اقول السترينج افشنسي. السترينج افشنسي كانت عبارة عن الجهد الكلي على مين؟ على عدد الوحدات في مين؟ في جهد الوحدة الملاصقة للانسوليتو للكوندكتور. فين جهد الوحدة الملاصقة للكوندكتور اللي هو في تلاتة؟ مش انا جبت قبل كده في تلاتة بدلالة كان فوق في تلاتة بدلالة في واحد؟ انا جايب بي تلاته بدلاله واحد اللي هو ده اللي هو واحد بوينت اللي هو بي تلاته ده اللي هو كان واحد بوينت زيرو سبعه سبعه. يبقى انا برضو بي تلاته عوضت عنها بدلاله في واحد، فبي واحد تحت بي واحد، فقدرت اجيب الكفاءه. واضح طبعا الكفاءه هنا زايده لان اللي قبل كده كان 90% 85%. فبهذه الطريقه انا زودت الكفاءه بتاعتي 95%. السؤال هل ممكن انا ازودها 100%؟ ايوه، لو انا قدرت اخلي ده يساوي ده واطلع الكونديشن. يعني انا لو انا عايز الكونديشن بتاع السي هنا، هقول له ان الاي 2 ده يساوي الاي 2 داش ده، والاي كابيتال هنا الاي 3 هو اي 2 هو الاي 1، وكده اقدر اقول ان انا حسمت بنسبه 100%. ده الجزء الخاص بالايه؟ بتحسين الكفاءه. اما الجزء اللي بقيته اللي انتوا المفروض كنتوا هتشرحوه هو جزء النظري، ما فيهوش حاجه، اللي هو النيوترال جراوندنج. طبعا انا بصيت عليه، هو جزء من التعليق عدد 13 صفحة، بيعرف الجراوندنج او الارثنج، وبيقسم الجراوندنج الاكويبمنت جراوندنج، يعني زي بقرد المعدة وزي بقرد السيستم بتاعي، وبيفرق ما بين الجراوندنج والنيوترال، وبيشوف النيوترال بقى النيوترال اللي هو بتاع السيستم نفسه اللي هو بيتقرب ازاي بيعمله، وايه المميزات اللي هتقضي علينا من هنا ايه من هنا اعمل نيوترال او اربط النيوترال بالجراوندنج بتاع ايه السيستم بتاعي، واشوف الميثودز اللي انا هعمل بيها، ومنها طبعا هيبقى في ريزيستنس والرياكتنس وخلافه. فطبعا دي بقى هي الانواع، يعني الاجزاء اللي هي بعد كده هي الانواع، السوليد والريزيستنس والرياكتنس، دي الانواع اللي هيعمل بيها الجراوند. هو طبعا في جزء في الاخر مساله بسيطه مش عايزه مسائل، لكن التعريفات ديت والطرق ديت انا عايزاها. طبعا دي سيلف ستادي ايه بالنسبه لكم. ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله انا هتفق معاكم على اليوم بتاع الامتحان. خلاص، يبقى انت لغايه الوقت، لان الامتحان بتحصل تلت يوم السبت اللي جاي. طبعا دي فرصه ما هياش كبيره، وبالاضافه ان احنا الامتحان بتاعنا الدكاتره هيبقى اونلاين، يعني مش هنروح السبت، امتحان سنه رابعه يوم الاثنين، فطب حاسه ان هي مسافه قصيره، فاحنا هنسيب وقت كده ونشوف هنمتحنكم. لو انتوا عايزين الامتحان مثلا في اول الامتحان بتاعت الطلبه برده ما عنديش مشكله، اتفقوا مع بعض بحيث ان انتوا يبقى عندكم فرصه للمذاكره. وان شاء الله اشوفكم على خير. ابعتولي الريبورت اللي كان مطلوب، انا ما طلبتش منكم اصلا حاجات كتيره، لكن الريبورت المطلوب عشان برضو اقسم الدرجات عليه، مطلوب ان انتوا الناس اللي ما بعتتليش تبعتهولي سوفت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.